وينضم إلينا هاتفيا من كندا المحلل السياسي الإيراني سوران بالاني. سيد سوران، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تصف الأوضاع في كردستان؟ وهناك أنباء تشير لاستيلاء على أحد مقرات البسيج، تفضل. شكرا أستاذ العزيز، أنا معارض كردي من الإيران. نعم، أوضاع في كردستان الإيراني عندما تضامنت في يوم الثاني في احتجاجات على الصعيد الإيراني، كان الشهداء والجرحى والمصابين والتضحيات كان في كردستان أكثر وأكثر على المدن الأخرى والمحافظات الأخرى. حتى الآن لدينا حوالي 20 شهيد وأكثر من 250 جريح في كافة المدن والمحافظات الكردستان الإيرانية، واعتقالات مستمرة. أنا أستطيع أن أقول لكم بإحصاء على صعيد المحافظات، محافظة الكرماشان الكردية التي هي أكبر محافظة كردية والرابع محافظة على صعيد الإيران، تضامنت أهالي المركز المدينة والنواحي والمدن التابعة له، وصار اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية الوحشية. حتى الآن لدينا 5 شهداء، عدد الشهداء في مدينة كرماشاه في مركز المدينة 5، وجرحى أكثر من 50، وخاصة في مدينة دولة في محل دولة آبات كان القوات الأمنية قاموا بقمح متظاهرين، وفي مدينة شاباد أيضا، وأيضا في جيلان الغرب، القضاء الجيران الغرب تابع لمحافظة كرماشان المدينة، أو قضاء سرفول الذهاب والإسلام آباد هم تابع لقضاء محافظة الكرماشان، هم شاركوا في احتجاجات. ولكن أحد من المدن الأخرى التي تابعة لمحافظة الكرماشان هو جوانروت، صار اشتباكات عنيفة وحرق للمبني مباني المؤسسات الدولة، وحتى حرق أحد من المباني البسيج في هذه المدينة والمحطات البنزين أيضا. حتى الآن لدينا 14 شهيد حسب الأحصاء الدقيقة في مدينة جوانروت، وأكثر من 60 جريح في مدينة جوانروت الكردية. نعم. وعلى صعيد المحافظة الكردستان التي مركزها مدينة سنة، صار اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإيرانية، ومتظاهرين قاموا بحرق مصاريف المصرف البنك الوطني والمحلات تابعة للقوات البسيج والمحطات البنزين أيضا، وصارت اشتباكات عنيفة. لدينا عدد الشهداء 1 وأكثر من 30 جريح. وفي مدينة مريوان التابعة للمحافظة الكردستان لدينا 7 شهيد وأكثر من 55 جريح، وأيضا صار اشتباكات عنيفة، وقوات المسلحة الإيرانية قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والمتظاهرين قاموا بحرق علم الإيراني وصورة خامنئي ومصاري الدولة ومحطات البنزين، وأيضا قسم من سدوا قسم من الشوارع الرئيسية لكي لا يعبروا القوات الأمنية فيها. نعم. وفي مدينة البانا والسقز وكاميران صار احتجاجات، وقاموا بحرق المباني والمسار ومحطات البنزين ايضا، والصور للمسؤولين الايرانيين. على صعيد محافظه الايلام الكرديه مركز المدينه والنواحي التابعه له، ليس لدينا الشهيد، او توجد القسم قليل من الجرحى ولكن لا توجد الشهيد. في اذربيجان الغربيه التي فيها الكرد الارميه شلماش مياندوا وخرجوا، ولكن في مدينة البوكان مع الأسف الشديد اليوم 4 عدد الشهداء وصل إلى 4 وأكثر من 25 جريح. الأكراد وأيضا في مدينة كرماشان القوات بعد الاشتباكات بين القوات والمتظاهرين، المتظاهرين قاموا بقتل إير الجواهري أحد من المسؤولين الأمن الإيراني التي هو مسؤول عن القمح المتظاهرين، ولكن قتلت بيت المتظاهرين للأبطال في مدينة الكرماشاه الكردية. أيضا أشكر ضيفي المحلل السياسي الإيراني سوران بالاني، واصفا ما يحدث في ساحات التظاهر في إيران وآخر تحديثات أو أرقام القتلى والضحايا هناك. شكرا جزيلا لك.